الفيلم حاليا في القاعه التونسيه بكن عيسى مبوعجيلة نجلة بن عبد الله عمل للمخرج مهدي الهميلي. جيب حدنا نجلة بطلت الفيلم معها باش نحكيوا ذكريات فن ندخلوا الحديقة حياتها الشخصيه نقربوا من شخصيتها من عائلتها اهتماماتها وخاصه طموحاتها ومشاريعها. هذه نجلة بن عبد الله في انستافان. ضيفتنا نجلة بن عبد الله الممثلة التونسية حلت لنا الكونت انستغرام بتاعها، حكينا معها على دورها في فيلم بيك نعيش حاليا في القاعات، حياتها الشخصية واكثر في انستافان. نجلة مرحبا. نعيش كيدي مرحبا بيك. شنو احوالك؟ تري تري بيان كالعادة. لاباس. نبدا مع الانستغرام بتاعك. وي كنت حاب. هذا هو؟ اي. بيراتيلك؟ وي. كيفاش سمحت لهم انهم يبيراتيوك؟ والله ما سمحت لهمش، انا مش با كونيسوز الحقيقه في انستغرام، ما عنديش جي با بري لي ميزور دو سيكوريتي هذوك بالكل، دونك يا اون اني تاويكا، على ليبوك كان عندي 1 مليون 100 ولا قدي، دونك دوكو ما نعرفش شكون، ما نعرفش علاش، ما نعرفش كيفاش، خاطر اللي بيراتي لي قعد انا نعاود كونت انستغرام وهو يبيراتيو لي بوندون اون لونغ بيريود، معناتها سا سي كالمي ديرنييرمون، معناتها باش نجمت وحده ولا انت ضعفت في تدابير الحماية؟ عملت اي عملت سيكوريتي وعملت شكون تلي لي بالكونت عملي سيكوريتي ومالغري سا اون ما بيراتي زادا اون ما سينيالي اي دونك فوالا ان سارتان مومون جو مي سوي دي بون وليت تحكي ريت كي تحس روحك ارسولي في الشارع عبد في جورتك سي باغي معناتها بريسك لا ميم شوز من الاول جو مي سوي دي Après tout, Instagram, ou c'est pas grave. On ne vit pas dans le monde virtuel. On ne vit pas dans un réseau ou la chose. On vit dans la vie. Mais c'est très important aussi pour un artiste d'avoir son Instagram. Et quand tu te sens harcelé, tu te dis que tu te calmes. محادثاتك فما مراسلاتك الخاصة مع الناس؟ بون دو توت لي مانيير الحمد لله يا ربي مراسلاتي محادثاتي الخاصة ما عنديش كل لي محادثات معناتها سي جو دي ان تروك ميم حتى انا ما بيني ما بين صحابي جو لاسيوم فهمت؟ ابخي لا مانيير دو بارلي بتيتر تبدا اليز مع صحابك تقول كلام ممكن ما تقولوش في الدنيا ابخي هذيك هذيك حياتي الخاصة انا نعمل فيها اللي نحب معناتها السيد هذا شنو مصلحته؟ تصدقني ما نعرفش معناتها حاول عادة شو يعمل يبيراتيك يحب يبتزك من بعد يقول لك اعطيني فلوس نرجع لك اي 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 فما شكون قال لي كم كوا هو ماهوش من تونس وقال لي وقت تعطيني 10000 دولار قلت له انت 10000 دولار وخذ الكونت ما نعطيش معناتها خاطر اللي ياخذ من عندك اليوم 10000 دولار من غدوه يعاود ينحي لك الكونت ويعاود ياخذ سوم اخرى اي انسي دو سويت اي ان بليس دو سا دو توا ا موا جو ناشيت با ان كونت انستغرام معناتها مستحيله الحكايه هذه محلك هنا يعيشك Yaïchek, je suis très très contente. C'est un moment partagé avec mon ami Zemi Bouajila et mon ami Mahdi Barsaoui. Je suis très très contente d'avoir fait sa connaissance. Alors, Khatou, c'est une personne extraordinaire, Belhak. À part le fait que c'est un grand artiste, Koulchei, humainement, et c'est pour moi l'haj la plus importante, humainement, enseigner Seri Sramahli. Ahsan amal fi mesir tikilkol? Oui, معناتها la preuve معناتها الحقيقه في السينما انا كنت عملت معناتها قبل تيلا مون امو c'était le tremplin pour que je puisse avoir le déclic اللي انا je veux vraiment faire du cinéma et le déclic اللي وراني la différence entre la télé au cinéma خاطر تحب ولا تكره السينما على التلفزه يدو في ترو تعمل ترقدي من سيكونس في النهار مش كيما فيلم معناتها الفيلم نجح الحمد لله نورمالمون الأصداء إيجابية تظلم في أيام قرطاج السينمائية ولا لا؟ بالطبيعة تظلم بالطبيعة بالنسبة لي أنا تظلم على خاطر تحب ولا تكره أنا عملنا خدمة معناتها باهية معناتها خدمة محليها فهمت pour ne pas avoir la prétention مش نقول احنا extraordinaire خدمتنا tout ce que tu veux et donc on s'attendait فما برشا des prix برشا 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 on s'attendait à un prix هذه انا كي كنت صغيرة تتذكر الفترة هذه ولا لا؟ كنا نسكنوا كيما قلت لك انا ما كناش نسكنوا وقتها بابا معلم دونك نسكنوا في الصيف معناتها نجيو سليمان شي مي غون بارون وكل شيء وفي الشتاء نبداو في بير حليمه في زغوان والجبال والخضار والجو كنت قرايه كنت عاقله كنت شيطانه كنت قرايه برشا وانا صغيره وانا صغيره صغيره معناتها كنت قرايه لطف ومن بعد وليت لطف زيد من بعد ما ساعدتنيش الحكايه جو تروفي اللي تقرا معناتها تبدا قرايه برشا ما فهم برشا حاجات ضيعها فلتهم في الدنيا الهيجه والكلب والعميل معناتها
في نهاية الأمر كنت تلوج أنت على التوازن ما بين القراية وما بين حياتك أنت طفولتك أنت. En fait, أنا je suis quelqu'un de très paresseux. وإنسان نقلق برشا ونحب نعمل برشا حاجات en même temps. Et donc du coup je me suis dit voilà, نحب ننجح يحبوني ننجح تو ننجح معناتها مو الفيناليتي أنت أنك تقرا أنك تتنقل من عام لعام. هذا هو اللي حاجتنا بيه احنا. هذاك موجود هكاهو. أي هذه عام أول عام بابا ولا يقاري فيه وقتها في سلطنة عمان ولا خرج مع كوبيراسيون تكنيك سكننا بحذا ما غومير في نابل وذيك العام اللي قريته في نابل في حفلة متاع فنداني متاع الروضة متاع أخويا ما تبدلتش؟ لا نفس الملامح هنا الفن في راسك ولا لا؟ كل شيء في راسي بالصغر معناتها وانت صغيرة تقول نحب نولي لا أنا ما كنتش نقول نحب نولي أوتيس دو لير ونحب نولي ستار في مخي هكا كيفاش وصلت للتلفزة؟ بعد اللي خديت الباك مشيت للفاكولتي ودازم يا موا منهم صالح بركة منهم ياسين الكيفي منهم كي منهم مونيكس ماري وصف كشريد نوجه له تحية كبيرة Ils m'ont dit, allez, pourquoi tu t'introduis pas, pourquoi tu fais pas des spots, voilà. Mais non, et même chez Moujaoui, là, qui était donc maintenant, je, Hatouli, dit, j'ai commencé à travailler, faire les spots ou quoi que ce soit. Fais spot, mais les spots, amène un petit sketch, علاش ما تمثلش؟ قلت لهم خاطر نحشم باش ندق البيبان ونقول نحب نمثل معناتها عيطوا لي وعيطوا لي وقتها في اول خدمه اسمها المسلسل اسمه دنيا على الوطنيه اي جي كومونسي جي با ايتي دوبي سامي الفهري عرفك من دنيا؟ لا 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 ما عرفنيش من دنيا سامي الفهري عرفني من الهروب من قرطاج وقت اللي انا عملته مع مديح بالعيد من غادي شافك وعيط لك المكتوب اللي كان الدور نتاع عمرك لو رول اللي عرفوني به الناس واللي حبوني به الناس زاده اوه سبايك سبايك هذاك ولدي واحد اخر مسيبته مع البنات هكاك اي تحب الحيوانات؟ نحب الحيوانات على الاخر اي جافي كان عندي سبايك وايزي ايزي مازال كي توفيت عندها توا شهر ونص دونك فوالا توصل تبكي إذا يتوفى لك حيوان؟ بكيت برشا بكيت برشا لأنه فما حيوان توفى لك ما كنتش تصور مش بكي هكا الحق ما أنت أنت تضحك اليوم فانا خاطر ما عندكش كلب راهو الموت حاجة ياسر خايبة لطفي يا ربي الفريق خلينا نقولوا زاد الفريق إيه. الموت الفريق تفارق حاجه تنجم من بعد الموت دو مانيير جينيرال الحاجه اللي انت تو ريزيني دوفون معناتها لطفي يا ربي واحد يموت عبد عزيز علي هو الا سي با ايفيدون معناتها حتى انا انيمال معناتها حتى انيمال بدل ان شاء الله بدل مبروك ميرسي بوكو يعيشك يا ربي شفت القاعدة في الطاولة مع فتحي هداوي مع ممثلين حتى أنت بالنسبة لي كنت تعتبرهم قدوة بالطبيعة فتحي هداوي مش أنا باش نجي نحكي عليه اليوم من لطفي بوشنيق كيف يافي عبد الحميد بوشنيق يافي ألفة بالرمضان يافي زازا يافي برشا فنانين توانسة ما أحلاهم العالم اللي دخلت له هذايا توا عندك 10 سنين هكاك حبيته؟ الحقيقة حبيته مش عالم فيه نفاق فيه مجاملات فيه نفاق هو لازم فيه ضرب تحت الطاولة وانت وين تحط روحك يا هادي الحقيقة انت ربي ساعات تجرفك ساعات يجيك الطش صحيح ساعات يجيك الطش من غير تدخل روحك في المداخل وكل شيء مي ابخي جو مو دي اشاك ميتيي سان ريسك وخدمتنا يمكن العباد فهمتها بالغلط فهمة اللي انت انا باش ناخذ لك بلاصتك وانت باش تاخذ لي بلاصتي وانا حد ما ياخذ بلاصه حد نجله ما تقوليش هذه انت هذيك انا عجبتكش بالقصه كل شيء نقول لك حاجه كان ما لقيتهاش توا على الكونت بتاعك بتاع انستغرام يجيبوا لي تصوير يقول لي هذه شكون نقعد الغدوه نسميه ما نقولش نجم عبد الله بالحق هذيك العباس تي في شويه دونك ساعدوني سا بدلك على الاخر بالفرانج ولا كولور دي شوفو افتح شويه من شعري خليتك ضد عمليه التجميل والزرق وكل شيء مازلتها هاك تشوف
مازلت؟ مازلت رأيك ما تبدلش؟ لا لا رأيي ما تبدلش. أما تستحق فيتامينات؟ تستحق شو جرام؟ شوف أسألك حاجة، قلت لك أنا جو سو كونتر أنك تبدل وجهك. مش معناتها أنك تزيد أن فوليوم في وجهك، فهمت؟ هاي هاي ولي هكا ولا ولي هكا ولا معناتها سا ديفورم لو فيزاج، معناتها انك تو برون سوان دو تون فيزاج سي ان تروك ياسر ياسر محني. وباش نعطيك مثلا هم باش نحكي لك انا حاجه ياسر مزيانه مادام هنا هوني، مثلا البوتوكس ان سارتان مومون جيتي كومبلكسي بالهدوما اللي جي ايسايي لو بوتوكس ان انتربريز اي سا نا با فونكسيوني خاطر ما يقعدش. ابارامون جي اون ريزيستونس بوتيت كو لو بون ديو يحبني ما نعمل حتى شيء. دونك جربت بوتوكس ومن بعد قلت فك عليا. جربت ما حاكش فيك البوتوكس. ما حاكش ما جو بارل سيريوزمون. لا ماشي فادلك ما يشدش ما سا تيان با سا تيان با. انت راك محليك. ليه محليني شويه؟ خليني نتفق على حاجه. محليك 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 يعيشك معناتها. وحتى مش محليني معناتها ابخي لو فيسمون سي ان بروسيسوس نورمال في 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 معناتها انك تفييي وكل شيء. Je te veux, on le khali comme vous découvrez. C'est le teaser de la campagne, je dis, d'interna. Donc. Je suis belle, ça y est, un scoop. Non, je n'ai pas de scoop. Non, je n'ai pas de scoop. Quand tu es femme, tu veux dire quelque chose? Non, je n'ai pas de femme. Rasmi. Non, rasmi. Je te dis la jumelle sahiha. Je te dis la femme, rasmi. Voilà. Qui est-ce que tu as dit la jumelle sahiha ou la? ما نعرفش. كلمة ما نعرفش معناتها أي. أي ولا مالك أو أنت فخت كم تجيب. تخاف من الارتباط؟ سي نورمال، الارتباط سي اون ريسبونسابيليتي. تو تو تو، بالنسبة لك أنت بالذات. أي صعيب. صعيب، صعيب عندك صغار وأنت مشهورة. صعيب على الأخر، أنت مشهورة هذه نحيها راه. ليه ليه؟ هذه أنت مشهورة. ليه؟ أنت مشهورة فما ناس. أنا جوغي تي دو لا ميم ديسكريسيون كان جيت أنا راني مانيش مشهورة معناتها باسكو جو بونس هذه حياتك الخاصة. هذيك حياتك نتاعك. فما ناس تنجذب لك لانك نجلة بن عبد الله. نقول لك حاجه جوست. والناس هذوما موجودين برشا. موجودين 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 هادي وعرفت منهم ناس كيف من هكا. اما ريت لك كذاب راهو صدقني ربي يطيح فيه. وانا ورايد على الخير معناتها بالحق معناتها ما نخافش. جو سوي با دو جونغ ا مدير ابخي يمكن اذا كان جو في اون اكسبيريونس خايبه نتعلم منها برشا حاجات. فهمت؟ مازال عندنا الوقت باش نتعلموا، مازال عندنا المجهود باش نتعلموا. مادام نتنفسوا، مادام عندنا الوقت. مثاليه. مادام عندنا الوقت. لا مانيش مثاليه. الغلطه تخلص وتخلص. قاسيه ساعه. تحب نقول لك حاجه، انا باغ اكزومبل طلقت ولا ما طلقتش؟ سي با اون كاتاستروف. انا جاي اون دو في يفا ترو، جو سوي اون بون تيرم افيك مون اكس ماري. اللي فريمون معناتها مانيش نادمة على اللي عشته كل معاه بالحق معناتها ابخي كو تو تو دي هكا في دي مومون دو هكا دو كولير ولا كي تبدا حكايه سخونه كل مي افيك دو ركول تو تو دي والله اون افيكو دي مومون ما احلاهم والله عملنا جو في فازات هذوك والله معناتها راهو اغزلي تو ني با هكا حزن ومآسي احنا هكاك نحبوا الدراما راه راهو دراما متواصل حتى شيء كي 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 تكون بوزيتيف معناتها باش نعمل لك هكا لي بوزيتيفيتي كي لي برشا زاد هذوك يوتروا لي اعصابي هكا لي بوزيتيفيتي وي وتبدا انت توزن 700 كيلو وتقول روحك انا محليني نو نو فو ات اوسي ما فو با ما لازمكش واحد ينساق فك فك الوهم هذاك لازم يكون غياليست الحياه كيما تعطيها كيما تعطيك انت زاد باش تبدا تضحك وكل شيء اوتوماتيكمون حتى لي فريكونتاسيون نتاعك حتى العباد معناتها كيف يراوك انت تضحك تجيب العباد اللي محليهم معناتها كي تبدا انت هم سامحني يا هادي يا خويا باش تجيب كان الهم نجلة بن عبد الله عندي ليك مجموعة أسئلة حاول تجاوبني عليهم في أقل من 90 ثانية حاضرة؟ حاضرة نجلة بن عبد الله أول كاستينج عملته وقتاش؟ عند ميلان شو برجك؟ جيمو أصعب حاجة في مهنة التمثيل؟ القوم من بكري والمعاودة و لي كونديسيون دو ترافاي. قداش تحكي من اللغة نجلة؟ ثلاثة. أقرب ممثل أو ممثلة ليك؟ مروة. أصعب حاجة في الأمومة؟ إنك ما تكونش على هوتور. أقرب دوري شبه لنجلة الإنسانة؟ مريم في بيك نعيش. شو اللون اللي عبر عليك نجلة بن عبد الله؟ نكحل. مسلسل تونسي قديم كنت تتمنى إنك تمثل فيه؟ غادة. الممثلة العالمية اللي تتمنى يجمعك بها عمل؟
ميريل ستريب. غنية تونسية تعبر عليك؟ تحت الياسمينة في الليل. آخر غنية راب هكا دندرها؟ جو سي با ما غنية متاع إيلي. أكثر إشاعة غريبة سمعتها عليك؟ اللي أنا نخرج مع واحد سعودي. أكثر حاجة تخاف منها؟ لي جون فيك. هل ممكن إنك تخرج مع واحد سعودي؟ نو. في الصيف أعز بلاصة عندك؟ كي كنت صغيرة سليمان وتوقع ليبيا. آخر سيري شفتها؟ مايند هانتر. آخر فيلم عجبك؟ جوكر. مخرج تونسي تحب تمثل معه؟ عبد الحميد بوشناق. قداش رفضت تقريبا من مسلسل؟ ستة سبعة. مشهد من مشاهدك أثر فيك؟ مشهد أو مومون دو لامباكت في بك نعيش وكي تتفرج الفيلم ده تفهمه. لو كانت نجلة مثل شعبي؟ عز نفسك تسيبها نفس نفسك وتتبيبها. نجلة، أعطيك الصحة. عايشك.